راديو نيل. لمن يهمه الفن على نغم أف أم، ولسه بنتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة، بنتكلم عن فكرة الألوان وفكرة الأبيض والأسود. إيه فكرة إن إحنا بنحب الأفلام الأبيض والأسود ومتعلقين بيها، وقد إيه الأفلام الأبيض والأسود ليها سحر خاص؟ بس خلينا نقول مرة تانية إن برضو الأفلام اللي بالألوان ليها طعم تاني. يعني الأفلام الأبيض والأسود على قد ما إحنا مرتبطين بيها وبنحبها، لكن في حاجات كتيرة جدا مظلومة بسبب الأفلام الأبيض والأسود. في فنانات كتير ومش عارفين نشوفهم بجمالهم الحقيقي الرباني، زبيدة ثروت، سعاد حسني، فاتن حمامة، مديحة يسري، لبنى عبد العزيز، كل فنانات الزمن الجميل، فساتينهم، الديكورات، شكل الشوارع، كل ده احنا مش عارفين شكله كان ايه. كتير مننا بيسرح ويقول الله الله على الزمن الجميل ده، يا ترى لو كان بالألوان كان هيبقى شكله ايه؟ طب تفتكروا لو الأفلام دي اتلونت بالفعل، هنفضل برضو نحب الأفلام دي ونشوفها عدد المرات اللانهائي؟ كل لما يتعرض فيلم أبيض واسود بنشوفه وبنتابعه، هل لو اتحولت بالألوان هنفضل برضو نتابعها؟ خلينا نقول إنه الألوان قد إيه مهمة وقد إيه ليها تأثير علينا، زي ما ليها تأثير في السينما والمسرح والتلفزيون، ليها تأثير على حياتنا. يعني العلماء الحقيقة قالوا إن الألوان ليها تأثير كبير، بتأثر فينا وبنتأثر فيها. هتلاقوا مثلا الأشخاص الكبار في السن بيميلوا دايما للألوان الهادية، الرمادي، اللبني، الأبيض، البني. هتلاقوا الشباب الصغيرين بيميلوا للألوان الصاخبة زي الأحمر والأصفر. هتلاقوا الأشخاص اللي عندهم حساسية مفرطة من شيء معين، بيمروا بظروف نفسية معينة، بيميلوا لأجواء معينة من الألوان، بيحبوا الطبيعة، بيحبوا الديكورات اللي حواليهم تكون هادية. فقد إيه الألوان ليها تأثير كبير جدا في حياتنا. انتوا بقى مع ولا ضد فكرة انه الفيلم الابيض والاسود يبقى بالالوان؟ شايفين انه ده يكون احلى، وانكم هتشوفوا حاجات ما شفتوهاش وتشوفوا الصورة بشكل تاني، ولا الافلام الابيض والاسود تفضل زي ما هي؟